بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن أحوالكم. هذه درتها دخلة على الفيديو اللي هو فيديو قديم، راني بصدد إعادة تحميل فيديوهات قديمة، فيديوهات أوائل ما فتحت القناة. شفت أنه الفيديوهات هذه ما عادش اليوتيوب يرشحها في البحث، ما عادتوش تشوفوها، ما فيهاش المشاهدة، وليس غرضي المشاهدة وإنما المعلومات لي في الفيديوهات. يعني أنا باش نقعد باش نزيد نعاود لكم نفس الدروس، شفت أنه من الأحسن نجبد الفيديوهات، يعني نعاود نحملها ونعاود لي عليها بعض الرتوشات. ما تدقوش وما تركزوش في بعض سلبيات الفيديو. طبعا كنت مع بدايتي، حاولنا أنه نتدارك الأمر ونعدل من أنفسنا ونصلح من طريقة الإلقاء. الحمد لله يعني درنا مشوار لا بأس به. الفيديو خاص بأفصالة الداخل في الخارج، مطبقة على الورق، وطبعا من المفروض نزيد ننزل وراها فيديو يكون تطبيقي. نقولكم مشاهدة طيبة ومع السلامة. كيعود عندنا القماش قليل، دو متر ولا بيغسون ما يكفيهاش باش نديرولها لي مونش، أو ما يكفيهاش باش تجيها لارج من تحت. نستعملو الطريقة هادي، نقتصدو في القماش أو ميم طون نوبتيغ ريزولتا مليح. وشي حاجة وحدة برك، أنو لي مونش تكون فيهم خياطة في النص، هذا هو لو سان كونفينيون. لكن حنا درنا هكا ديزاستيس، اني مثلا انا نهضر على نفسي، نعمل هذيك الخياطه اللي تجي في الوسط، نعمل فيها دي بلي دي بلي دي بلي باسكو القماش كوم يقعد شويه طويل، نعمل فيها دي بلي. هذوك اللي يجيو من تحت وكيتقلبوا من برا يجيو باهيين، يعني دي بلي مليح نعتنكم، يعني ما تقلقوش. هذا هو لو سان انكونفينيون، غير تاع لي مونش يجيو ملقمين في الوسط، لكن توجور هي دي سوليسيون. يعود كنت انا ولا قماش خشين، نقدروا نعملوا ان غالون يمشي على لي دو كوتي ويهبط مع لي مونش، ولا ان تيسو موايان نديروا له قالوا شويه لا اسي لارج، نغطيو به نغطيو به الترقيمه تاع الوسط. القطه تاعي ما دي كونسونتر باسكو في الهضره راهي تهرب من فمي باسكو القطه حابه تطلع عندي وانا ما خليتهاش. وكي عود القماش رهيف مثلا كيما هذا ولا اي تيسو اون فولار ولا حاجه تكون فين، يعني سوبل كيما لي ساتا باغي ولا هذوك سي دي تيسو فان ولا هابطين. كي تجي الترقيمه في الوسط نعملوا لهم هذوك لي بلي اللي يجيو من الداخل كيما من الداخل، ونتكمشوا هاك ونخيطوا، نتكمشوا هاك ونخيطوا. بون هكا ما حيتش تفهموا يعني ندير ابابري برك. كي نقلبوا لا مونش يجيو فيها واحد لي بانس درابي باهيين، يعني باهيين سوا سوا. هذيك موضوع خلاف نعطيو لكم وحده. دوك نقعدوا في القماش نتاعنا اللي قلت لكم علاه نعملوا الخصاله تاع الداخل في الخارج، اللي هي باش نقتصدوا في القماش يعني ما يروح لنا شكيك، ونوبتي العرض من الجهه التحتانيه اسي لارج، او ميم طون عندنا لي مونش طويل. درك انا هذا القماش تاعي، راني قلت لكم زعما شفوا عليا. هذا القماش نتاعي، القماش نشيو هكا بالطول، هاهي الرولو يكون هكا. هذه درت لكم الخبره اللي نعاود لكم فيها، الرولو عند الحانوت يكون هك واقف. تقولوا عطيني 2 مترات ولا 2 مترات وربع، باسكو هذه الفصاله تمشي من 2 مترات 2 مترات وربع حتى 2 ونص، بصح بور لي بيرسون سمينه، لي بيرسون سمينه اللي بغات 2 مترات ونص ما تكفيهاش. كيعود فيه الموديل فيها ديكو، فيه فصالات، ناس ما نحتاجوا القماش، وميم طون حبتها لارج من تحت وباللي مونش، اكيد ما تكفيهاش. احنا بالطريقه هذه تكفي باذن الله. هذا قلت لكم الرولو عند مول القماش يتباع هكا واقف، تي كي تقول له اعطيني 2 مترات ولا 2 مترات ونص ولا ربع سا ديبون، يبدا يفك لك هك ويقص هك هك. سو كي في ها هو هذا العرض تاع القماش ما يتبدلش، اللي هو متر وخمسين ومجدي، ما سي با ماهيش قاعده كاين قل. هذا راهو متر وخمسين اللي هو عرض القماش اللي راهو يتباع واقف به هك. ومن بعد انت تشري الطول قد ما حايبه، الطول انت حبيتي مترتين مثلا راهو قص لك هاهو مترتين تاعك ديتيهم للدار وجدتيهم. دوك باش نقصوا ولا باش نفصلوا الداخل في الخارج، القماش تاعنا كان هك اللي كنا بكري نقصوا هك تاع لي مونش، هذا نحيوه لي مونش ونخليوه هذا القامه. دوك لا القماش تاعنا كيما راه هاو نجيو نطويوه في الجهه المعاكسه اللي هي في الجهه تاع عرض القماش. حنا شيناه بالطول 2 مترات ونص، نروحو نطبقوه في العرض اللي هي تاع 1 متر و50، نطبقوه على زوج فوالا. نورمالمون راهي واضحه وفهمتوني واش نقصد. كيما القماش راهو مطوي هنا، هاي محلوله، هاي الحاشيه تاع القماش، الحاشيه هذه سفيفه اللي تجي من فوق ومن تحت راهي على بعضها. كيما درك حنا درت ها القماش ديته مثلا، القماش ديته على الطول وطبقته، السفيفه تاع القماش اللي منه من راهي على بعض، وهنا الطول نتاعي كيما راه مثلا هنا عندي 2 مترات وربع. ها هي وين نجي نحط لي ميزور. هذا العرض هو اللي نحكموه في الدفيره، ما نروحش نحط هنا الرقبه كيما موالفين في الفصالات، نجيبو هنا الفوق ونحطو الرقبه والتركيز او حدث الاباط او الطبق، ونبداو نحطو لي ميزور ونوصلو وين نحبسو نحبسو. نو هنا العكس، نجيو من تحت نخلفو واش نحتاجو كفه،
مثلا 3 4 سنتيمتر خليوها حق الكفه، نديروا لها مره تاعنا راهي راهي واضحه تبان وي. ونجي بعد بالشريط المتري نحط الطول نتاع لا بيرسون قد ما حيبه الطول نتاعها، مثلا الطول نتاعها وصل لي هنا، نعين الطول نتاع القامه. بعد ما عينت الطول نبدا نحط المقاسات في القياس هذا او في الفصاله هذه، اللي من قدام هو اللي نفصله في الجهه المقفوله، وتاع الخلف هو اللي نفصله في الجهه المفتوحه، باش من بعد الخلف طبعا تكون فيه لا كوب تاع الظهر. اما اذا كان الموديل قفطان ويجي محلول من قدام نعكسه، ترجع المقفوله هي اللي تقعد تظهر، وهذا المحلول على زوج ونحطوه كاريمون هو القدام، ما نقيلوش نخيطوا هذه نحطوها في الظهر ونزيدوا نجيبوها على القدام نزيدوا نقصوها. باسكو ان كافطون الا راه محلول من قدام ما كان عندي ولا كوب تاع الظهر، الا اذا مخدوم في لو بريتا بورتي يعني الفصالات نتاع بريتا بورتي حاجتك تحب دير لا كوب تاع الظهر دير. اما انا ما نديرش كيلو قفطان محلول من قدام ما كان عندي تاع الظهر، فقط ندير لي كوب دو كوتي تاع الجناب او دي بانس، هذه يعني باش نحكم مقاسات لو كور تاع لا بيرسون فقط، هذا باش ندير لها. نجي نحط المقاسات هنا الجهه المحلوله راح نبدا بها. نحط عرض الكتفين هاي، ونجي نحط دورة الطبق أو حردة الإبط، ونحط مقاسات الصدر، مقاسات لاتاي لي أونش، ونربط بيناتهم، وروح ندي العرض كامل لتحت راهي باينة. لو كان كي فصلت هنا راهي في الجهة المحلولة، هذه تاع الظهر بعد نخيطوها. بعد ما نفصلوها هنا واش نديرو؟ نديو هذيك 5 6 هذي في 1 8 10 باش ندورو القماش ونفضوها بالزيرو. وهنا راني كنت درت هنا حساب الكفة هاي، هذا نفسه كان نقصو قدامكم. بون أنا هذي درت الفصالة إيفازي، إلا كان عندكم الفصالة تاع البواسون بيان سور أو الكلوش، بعد ما تكونوا حكمتيو لي ميزور لي فوق الركبة قد ما تحبوا لاغوب تاعكم تكون في العرض نتاعها فوق كما قلت فوق الركبة. هنا لي لا بواتري راهي نورمال ولا طاي راهي نورمال. كي نجيو لي اونش ونبداو ندخلو شويه قد ما درنا لي ميزور نتاعنا، ونعاودو نخرجو لا كلوش تاعنا هاي، هذه هي لا كلوش. هنا ما عنديش لي ميزور راني نديكم تقريبيا برك يعني فوق كاغط، يعني باش نعطيكم الطريقه. فوق القماش راهي اوتر شوز طبعا، ترجع فيها المقاسات الدقيقه، راني نحاول نزل باش ما نديش وقت كبير من الفيديو. بون نستعمل وحده برك ما كان عندي بزوج. هذا القماش اللي قعد لي بعد ما فصلت في الجهه المفتوحه ونحيت المقصو الاول اللي هو تاع الظهر، نجي نهزه هو نفسه ونعملو قياس في الجهه الاخرى، ما كان نزيد نعمل لي ميزور اخرين. ها هو هذا القياس نتاعي الجهه المقفوله ها هي، ونحط القياس تاعي هنا، شوفوا كيفاه تجيني. شوفوا كيفاه هنا جي اوبتوني القياس قد قد. لما نحط القياس تاعي هنا في الجهه هذه، قعد لي الطرف هذا باش ندير لامونش ها هو، وقعد لي الطرف هذا ها هنا ندير لامونش تاعي عالي. هذه هي فصالة الداخل في الخارج، ان شاء الله تكون فهمتوني، يعني راني درت لكم توضيح شامل وبسيط نورمالمون راكم تفهموها. قلنا بعد ما نحط القماش على زوج ها فصلت القطعه الاولى، القطعه الاولى كانت محلوله من لورا اللي هي تقعد للظهر، ولا كان القفطان تقعد للقدام، هي نفسها بعد ما فصلنا نهزوها ونحطوها فوق الباقي تاع القماش باش نفصلوا نفسها اللي هي مفتوحه من القدام المقفوله من القدام اللي هي القطعه الاماميه. يقعدنا الموصو هذا وهذا هو اللي نديرو بيه لي مونش. طبعا قلت لكم واحد راهو يجي محلول فوالا يجي محلول، طبعا الثاني لازم ندير فيه خياطه باش يجيو كيف كيف، ومن بعد التزيين يرجع ليكم. تحبوا ديروا دي فرونس دي بلي دي بانس كل واحد كيف يسميهم، تحطوا عليهم غارنيتور تحطوا عليهم دي بيرل فريمون تجي حاجه مليحه. انا عندي قندوره فيها لا مونش الملقمه، ونعرف لكم انا واش درت لها ها هي، نعرف لكم تبان هاهم لي مونش هاهم لي بانس اللي هدرت عليهم من الداخل هاهم كيفاه، كيفاه نجي هنا ونعمل دي بان.